طالعه صغيره سعيد تاكلت عندنا حلويات طب حلويات بنوكا تاس حلويات مولاي ادريس كلشي تيبغيها كلشي تيجيو الزوار ياخذوا من عندنا طالعه صغيره سميتي سعيد تاكلت نمره 150 فول 76 25 01 67 مرحبا بكم ربي يخليك الشريف وهذا الشيء راه عنده زوين كيدير حتى البريوات ديال الدجاج بالحق راه خديناهم من عنده كاملين ما بقاوش كاين هادو النوكا ديال اللوز المهم راه تيدير هادشي كله زوين ديال الدار ونقي هما باقي نحكا باقي البريوه ديال اللوز باقي شي حاجه قليله سيد من هنا الشريف راه كيرحب بكم كاملين قال لكم مرحبا بكم عنده فاس وجيو راه ما يكون غير الخاطر ديالكم الله يبارك فيك ما كتعرفش السطر واو هادشي غزال هادي دابا النزله ديال مولاي ادريس حنا نازلين هكا في الطريق المهم الطريق كله بحال هكا انت غادا كتشوفي في السجل ديك السيسوارات البلاغي زيت ما تاع الالوان داكشي زوين صحت هادو كلهم داير لهم هنا 20 درهم سنيدلات ديال الصيف هذا مختص بالجلد هكا ديال السيكان عندو ليكسيس الساكا دوات والعود ديال العرعار ليكسيسوارات السيكان ديال الجلد لي ساكادو عندو داكشي غزال هذا زوين هاد الجلد كله طبيعي زوين الله يعطيك الصحة هادشي طبيعي الزيوت اللي بغا شي حاجه طبيعيه Thank you.
اللي بغى ياخذ شي حاجه يجي هنا هانتوما عندو داكشي بيو طبيعي عندو لي فاس ميتي كاتشي الثوم داكشي زوين هانتوما تبارك الله ها هي ماشي باش كي هذا الشريف ديال الطحين الزيتي هذا اللي كتخرج الزيت يعني اي زيت بغيتوه راه هنا يطحنوا لكم واحد داركم هانتوما ندوة صحية مخصصة لتسليط الضوء على المشاكل التي يتحقق فيها هذا النادي العريق. هذيك الماكينة الصغيرة ديالاش هذي؟ كتخرجوا دقيقة المطحون يعني دي أي دقيق ديال أي حاجة هانتوما كتشوفوا داكشي زوين تبارك الله ما شاء الله النادي الرياضي القنيطري اسلم اسميت المحل شريف أرجانبي هذا المحل هذا سميتو أرجانبي اللي بغى يجي مرحبا بكم في المدينة القديمة ياك هادي سميت البلاصة طالعة الصغيرة هذا المحل كاين في طالعة الصغيرة اللي بغى يجي يسقط شي حاجة عندهم داك الشيء غزال تبارك الله داك الشيء زوين وبيو هانتوما كتشوفوا هادشي ديال الدوم كيديروا واخا كيديروا هنا حتى المساج والحجامه هانتوما داكشي غزال ديال الدوم وهكا بالنسبه للشريف الا بغاو التليفون ديالك راه كيما نعطيك واخا ندير عليهم انا الا بغاو يجيو عندك نيشان يعيطوا لك هنا هادشي ديال الدوم كيف ما كتشوفوا زوين الديكوراسيون زوين كنخلات صور بارك الله هانتوما عندكم حتى الفوق ياك هادي هي النمره ديال الشريف اللي بغى تتصل به تاخذ معلومات وحده اخرى هاي النمره وراه تيدير ثمن مناسب للناس عندو الفوق والتحت هذا هو التراث ديال المغرب والا فلا الصراحه كلشي عندك موجود تبارك الله الزيوت قولها ديالي ما كوثر ام ريم الله يسهلها شريف مهم هذا هو الحانوت من برا شو السمية ديالو هادي حطاها هنا حتى الباب نصورك شوف وريني عفاك بصبعك اللي خديت انايا اليد ديالك هادو هما اللي خديت حلقات ديال السلسله ديال
Yeah.